وللحديث أكثر حول هذه القضية، الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحظوظ كل مرشح في ضوء التغيرات الداخلية والدولية المؤثرة على النتائج، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية السيد عبد الوهاب القصاب. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. قبل 100 عام أو يوم عفوا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تزداد الشكوك بشأن مصيرها بسبب انتشار كورونا. إلى أي مدى سيؤثر انتشار الفيروس على الوضع القانوني والدستوري للانتخابات المرتقبة باعتقادكم؟ في واقع الحال أنه الكورونا أتت بعامل جديد لم يكن معروفا حقيقة في الحياة السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة، يعني ألقت بكلكلها على كل الأمور التي تجري. كما تفضل تقريركم، يعني حتى في أحلك الظروف أثناء الحربين، حقبتي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، لم تؤثر الحروب على مجرى الانتخابات أو العملية الانتخابية. الدستور لا يسمح بتأجيل الانتخابات حقيقة، يعني ينبغي أن تجري الانتخابات تحت أي ظرف من الظروف، ولذلك فهم الآن يفكرون، يعني هل ستجري الانتخابات عن طريق البريد؟ وهذا ما يعترض عليه الرئيس ترامب، لأن الرئيس ترامب يشعر في واقع الحال بضغط الحالة الكبيرة عليه، لأنه خسر كل أوراقه عندما يعني اجتاحت جائحة الكورونا الوضع الاجتماعي في الولايات المتحدة. يعني قبل الكورونا يبدو أنه كان واثقا من نفسه كثيرا، لأنه حقق الكثير من الإنجازات على الصعيد الداخلي، على الأقل من ناحية الوضع الاقتصادي المتين، البطالة التي شارفت على الانتهاء في وقته. الآن كل هذه الإنجازات تبخرت مع الكورونا، الوضع الاقتصادي بدأ يسوء، البطالة ازدادت، تعويضات البطالة يعني التي تدفعها الحكومة الذين يعني تركوا أعمالهم نتيجة لجائحة الكورونا أصبحت رقما عاليا. أساسا هو قبل هذه الانتخابات أيضا خسر حزبه الجمهوري أغلبيته التي كانت موجودة في الكونغرس، ولم يتبقى لديه إلا مجلس الشيوخ. الآن حقيقة حتى في الانتخابات التي ستجري للرئيس ثم بنفس الوقت لنصف أعضاء مجلس الشيوخ، يعني خسارة الحزب الجمهوري يبدو أنها ماكلة. لكن قبل ذلك دكتور، لو سمحت، يعني تحدثت عن أثر الجائحة على أداء ترامب الداخلي، كيف ينظر الشارع الأمريكي الآن إلى أدائه، ولا سيما في ظل تأثيرات كبيرة تركتها الجائحة على مختلف القطاعات في أمريكا؟ نعم، يعني بالتأكيد الناس غير مسرورين بالطريقة التي تم بها يعني تصرف رئيس الولايات المتحدة حيال هذه الجائحة، هو وفريقه، رغم أنه بالمناسبة يعني رغم أنه تأخر لفترة حوالي أسبوعين تقريبا إلى أن شكل فريق يعني عالي المستوى، فريق إدارة الجائحة هنا في الولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس نفسه بنس، ومعه يعني مجموعة من الخبراء من مختلف أفرع الحياة في الحكومة الأمريكية. هنالك طبيب يعني معروف ومشهور هو الذي يقدم الاستشارة الرئيسية، الذي وهو بالمناسبة اختلف مع الرئيس ترامب مؤخرا، لأنه ترامب يحاول يميل دائما إلى تصليح الأمور انطلاقا من يعني من خلفيته، وليس لديه خبرة في إدارة الدولة، يعني كل ما اشتغله في الدولة الأمريكية هي الأربع سنوات التي تولى فيها رئاسة الولايات المتحدة. ولذلك يميل إلى نحو تبسيط الأمور، كثيرا ما حاول أن يبسط من تأثير الجائحة، والجائحة اجتاحت الولايات المتحدة حقيقة نتيجة لوجود درجة ممتازة من الفحوصات، فالفحوصات يعني على شريحة واسعة جدا، فأظهرت هذا العدد الهائل من الإصابات، العدد الكبير من الذين فارقوا الحياة نتيجة لهذه الجائحة، رغم أن الرقم بالنسبة المئوية يعاد بشكل وبآخر أقل من
مما هو في أماكن أخرى، لكن حقيقة نحن نتحدث الآن على أرقام من 600,000 تقريبا، وهو يعني رقم صاعق للمواطن الأمريكي العادي. نعم طيب الأمريكان دكتور، نعم يعني حتى ننتهي من هذه النقطة ونعود إلى موضوع الانتخابات، هناك استطلاعات للرأي في أمريكا كانت في عام 2016 في المرة السابقة، والآن هناك استطلاعات جديدة وتتحدث عن حظوظ المرشحين في الانتخابات القادمة، إلى أي تلك الاستطلاعات تميل؟ هل هي استطلاعات دقيقة أم لا؟ يعني البولينج او الاستطلاعات معروف عنها ان هنالك هامش معين من الخطا، يعني يكاد يصل الى بحدود 5% زائد ناقص، ويعني هذا معروف. والمشكله التي حصلت في الانتخابات السابقه يعني كان هنالك ثقه بان ترامب لن يفوز وان هيلاري كلينتون هي التي ستفوز، لكن تضافرت مجموعة من الجهود لإخراج النتيجة لصالح ترامب. كان هنالك تصريح من كومي الذي كان رئيس الاف بي اي مس بشكل وبآخر حظوظ هيلاري كلينتون عندما تحدث عن الايميلز بريدها الالكتروني، ويعني كانت نقطة سلبية كثيرا يعني حقيقة، وأتت بفترة متأخرة جدا يعني قريب أيام الانتخابات، هذا أثر سلبيا. نعم سوء حساب الفريق التخطيط الانتخابي لهيلاري كلينتون عندما جعلها تضحي بولايتين كبيرتين، يعني كان يعني لو كانت زارتهما مثلا وسكونسن واحدة منها، فلوريدا أيضا، فهذا ايضا اسهم. هنالك يعني حديث جدي ان كان هنالك تدخل حقيقي روسي لحرف الانتخابات باتجاه ترامب. نعم يبدو انهم وصلوا الى قناعه ان هذا 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 كان موجودا، نعم. لكن لم يتخذ اجراء حاس بشأنه، لأن من شأن ذلك أن يكشف الكثير من الأمور التي لا يريدون نعم. حقيقة الكشف وصلت عنها. الفكرة دكتور عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.